ازاي؟ عائلة ريدمي نوت 13 الجديدة فيها هاتفين هما الأقوى من شاومي في الفئة المتوسطة أكثر حماساً بعد ما كانت موبايلاتهم قبلها مملة جداً في السلسلة دي. عملنا فيديو اتكلمنا فيه عن الموبايلين كل واحد بشكل مستقل، بس في ناس بتسأل كتير أشتري إيه؟ فده فيديو مقارنة قوي جداً، وصدقني هيبقى عكس التوقعات تماماً. هتشوف الموبايلين جنب بعض مين فيهم الأسرع في كل شيء، حتى في الاستخدام العادي أو حتى في الجيمز. فالفيديو ده على حسب تختار أي موبايل تنتظره أفضل ليك. فقبل ما أكتر من كده تستعمل الاشتراك والسبسكرايب وفعل عشان ما افتكش اي فيديو جديد انزله، ما تنساش تدعم نوار بلايك للفيديو. اولا كده عاوز انوه على حاجه، المقارنه هنا بتكون متقسمه لجوانب منفصله وليست متصله، وده عشان كل واحد فينا ليه استخدام مختلف عن التاني. مثلا احمد اهم حاجه عنده الاداء والجيمز، ابراهيم اهم حاجه عنده عايز موبايل للجامعه، سوشيال، كاميرا كويسه وهكذا. وافضل طريقه تساعدك عشان تختار هي انك تتفرج على الفيديو للاخر وتشوف الموبايل اللي كسب في كل جانب من الجوانب اللي انت مهتم بيها، وخليك عارف ان دول هواتف فئه متوسطه يعني في التضحيات، مفيش موبايل مثالي في كل الجوانب. الموبايل اللي بيكسب في كل جانب بياخد بوينت او نقطه، ولما بيبقى تعادل كل موبايل بيزيد بوينت. يعني الجانب اللي انت مهتم بيه اكتر هو اللي هيحدد افضل موبايل ليك مش اي حد تاني، ودي صدقني الطريقه الاكثر دقه للاختيار السليم لتجنب الندم بعد الشراء. بالنسبه لجانب الديزاين والخامات، الموبايلين هنا خاماتهم بريميوم بالنسبه لهاتف فئه متوسطه. ريدمي نوت 13 برو اخف شويه اللي هو 187 جرام، بينما ريدمي نوت 13 برو بلس بيجي بظهر ازاز وفي نسخه في الظهر منهم جلد. وزنه حوالي 204 جرام للازاز و198 جرام للنسخه الجلد. والموبايلين الفريم من البلاستيك او البولي كاربونيت. يعني في ناحيه الديزاين كشكل انا شايف ان الموبايلين شكلهم كويس، وفي الاول في الاخر دي تفضيلات شخصيه. طب انت ممكن تكون مفكر ان الجانب ده خلاص تعادل، بس الحقيقه في موبايل كسبان هنا وهو ريدمي نوت 13 برو بلس. ايوه عشان بيجي باي بي 68، ودي حاجه قويه جدا، مقاومه كامله في كل جوانب الموبايل للميه وللتراب، وحرفيا ممكن تغسل الموبايل تحت الحنفيه عادي جدا مش هيحصل اي حاجه. بينما ريدمي نوت 13 برو العادي بيجيب اي بي ضعيف اي بي 54، وده برايي مش قد كده، مقاوم شويه لرذاذ الميه والتراب، وده اي موبايل في الدنيا يعني هيجي عليه تراب ميه او قطرات كده هتمسحهم وخلاص ومش هيحصل له حاجه. انا شايف ان هو مش اوبشن زياده او حاجه. ويبقى اللي كسب في جانب الخامات والتصميم هنا هو ريدمي نوت 13 برو بلس، وتبقى النتيجه دلوقتي 1-0 لصالح البرو بلس، مع انه اتقل شويه في الوزن، بس اي بي 68 ميزه فلاج شيب مش ميزه موبايلات فئه متوسط. بالنسبه لجانب الشاشه، الموبايلين بيجوا بشاشه كبيره بانل اميلد 6.67 بوصه، ريزولوشن او دقه عاليه 1240 في 2712 بيكسلز، ودي دقه اعلى من الهواتف الباقيه في الفئه المتوسطه. وشاومي بيسموا الدقه دي 1.5 كي، بس انا معترض على التسميه دي. بدانا بقى نشوف 3 كي، ودلوقتي شاومي بتقول لك 1.5 كي، وشويه اقول لك 2 الا ربع. لا مش هنهزر بقى، مش كل موبايل ينزل بريزولوشن على مزاجه ويسميه تسميه خاصه بيه. انا شايف ان ادق وصف لدقه الشاشه هنا هي فول اتش دي بلس، وبلس بترمز لانه اعلى من فول اتش دي العادي. الموبايلين بيقدموا لك ريفرش ريت اب تو 120 هرتز وتاتش سامبلينج 480 هرتز، وده معدل عالي وريسبونسيف لتاتش الشاشه، وبيفرق مع الجيمرز اللي هو الجزء من الثانيه بتفرق فيها مثلا حته فتح السكوب مثلا في حاجه زي بابجي او حاجه. شاشه الموبايلين بتعمل بيك واخرها سطوع 1800 ناتس، وده سطوع عالي جدا، والموبايلين محميين بزواج حمايه من شركه امريكيه كورنينج واللي هو جوريلا جلاس فيكتس، لتوفير طبعا حمايه اضافيه للشاشه، ودعم اتش دي ار 10 بلس ودولبي فيجن. شاومي ريدمي نوت 13 برو العادي شاشته فلات مسطحه بدون اي انحناءات، بينما شاشه ريدمي نوت 13 برو بلس فيها كيرف كده شويه، بس الكيرف ما يعتبرش كبير قوي لو قارناها مثلا بشاشه الووتر فول الشلال اللي هي بتنزل على الظهر كده منحنيه جامد، فدي نقول مثلا انحناء بسيط شويه او متوسط، بس ما زالت تعتبر شاشه منحنيه. ملهاش خلي بالك اي ميزه خاصه الشاشه دي غير الشكل، ودي برضك تفضيلات شخصيه واذواق في الجزئيه دي مش هنقيم عليها. والفائز في الجانب ده هيبقى جانب الشاشه هنا تعادل، عشان واضح جدا ان شاومي استعملوا نفس بانل الشاشه في الموبايلين وبدون اي تغيير او فرق بين النسختين، وكل موبايل هيزيد بوينت، وتبقى النتيجه دلوقتي 2-1 لصالح ريدمي نوت 13 برو بلس. بالنسبه لواحد من اهم الجوانب هو جانب الاداء والجيمز، بالنسبه لريدمي نوت 13 برو العادي بيقدم لك معالج من الشركه الامريكيه كوالكوم اللي هو سناب دراجون 7S جين 2، وفي ريدمي نوت 13 برو بلس حبوا بقى ايه يميزوه بمعالج من الشركه التايوانيه ميديا تك اللي هو ديمنسيتي 7200 الترا، والتشيب في الموبايل ده مبني على معماريه حديثه جدا 4 نانومتر، وده بيترجم في توفير في طاقه البطاريه وسخونيه اقل اثناء اللعب لوقت طويل. وبرغم ان معالج ميديا تك بيقدم كلوك سبيد اعلى في المعالج الرئيسي والمعالج الرسومي، بس برضو لو انت بتابع القناه هنا اكيد هتبقى عارف ان الشيب سيت مش مجرد بس معالج رئيسي ومعالج رسومي بس، لا دي مكونات كتيره مهمه جدا مدمجه في تشيب صغير واحده بتخدم على بعض عشان يكون في ايكو سيستم ما بينها. الاداء الزياده في البنش مارك طبعا لصالح تشيب ريدمي نوت 13 برو بلس بحوالي 17%، بس انا ليا راي تاني. انا شايف لو انت جيمر بس في الخفافي يعني يا دوب بتلعب مثلا
ساعه واحده على الموبايل في اليوم، والباقي بقى استخدام عادي منوع ما بين كاميرا ما بين تصفح سوشيال. معالج سناب دراجون الامريكيه هيكون افضل بالنسبه لك عشان معالجات سناب دراجون سعرها اغلى، والصناعه الامريكيه بتقدم كواليتي اعلى من الصناعه التايوانيه. طبعا الموضوع مش عام، بس الشركات الصينيه مثلا على كل التقدم اللي وصلته سريع جدا في كل المجالات ما زالوا بيعتمدوا بشكل كبير جدا على معالجات الشركات الامريكيه في كل المعدات الحديثه عشان التكنولوجيا المتطوره اللي هم بيتميزوا بيها. اللي كسب في جانب الاداء هنا هو ريدمي نوت 13 برو العادي، ايوه على عكس التوقعات، لان حتى وان كان معالج ميديا تك اعلى شويه في الاداء وخاصه في الجيمز، الا ان سناب دراجون كتشيبسيت كامل متطور وخاصه في جانب الاي اس بي. ولو مركز على الفوتج اللي على الشاشه هتلاحظ ان الاثنين زي بعض تقريبا في سرعه فتح التطبيقات والتنقل والاستخدام اليومي للموبايل العادي، وحتى معالج سناب دراجون اسرع بجزء من الثانيه مع انه اقل خلي بالك في الكلوك سبيد وخاصه في السنجل كور، بس يعتبر اعلى من معالج ميديا تك في المالتي كور. وانا لو بختار لنفسي بكون اولويه لمعالج سناب دراجون، وخاصه لو الموبايل هيقعد معاك لوقت طويل على المدى الطويل، لان ميديا تك بتعلي دايما الكلوك سبيد شويه عشان تنافس معالجات سناب دراجون، بينما متابعين مجال التك القدام واللي فاهمين كويس ان سناب دراجون الامريكيه بيهتموا بالتشيبسيت كتجربه متكامله كايكو سيستم كامل، مش بس معالج رسومي ومش بس معالج رئيسي. وهيبقى ريدمي نوت 13 برو العادي يزيد نقطه هنا وينجح في تحقيق التعادل وتبقى النتيجه دلوقتي 2-2. وعشان اللي بيكمل اداء دايما هو بطاريه قويه تدعم الاداء ده، فبالنسبه لجانب البطاريه ريدمي نوت 13 برو العادي بيقدم لك بطاريه كبيره 5100 ملي امبير، في حين ان ريدمي نوت 13 برو بلس بيقدم لك البطاريه الستاندرد العاديه ال 5000 ملي امبير، مع الشاشه برضك اللي بتوفر في البطاريه والمعالج ال 4 نانومتر كلاش من ناحيه البطاريه حتى لو استخدامك تقيل الموبايل. ويبقى اللي كسب في جانب البطاريه هو ريد، لا الجانب ده هيبقى تعادل، لان ال 100 امبير زياده في بطاريه ريدمي نوت 13 برو العادي مش كافيه ان هي تزوده بوينت زياده هنا، وهيبقى كل موبايل هيزيد بوينت او نقطه وتبقى النتيجه دلوقتي 3-3. عزيزي المشاهد الجميل، انت كملت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك، اعمل لايك يلا بسرعه عشان تقدير المجهود. يلا عملت لايك بس لا خلاص كده بيروح النار. يلا نكمل. بالنسبه لجانب سرعه الشحن، ريدمي نوت 13 برو العادي بيقدم لك شحن سريع 67 واط، بينما البرو بلس بيقدم لك شحن صاروخي 120 واط. وموبايلين الشحن معاهم في العلبه مفيش مشكله. ولو تسالني عن رايي كمحمد نوار، الشحن السريع جدا مع انه واو فاكتور واي موبايل طبعا ده سيلينج بوينت جامده جدا، انما لو انت من الناس اللي يعني الموبايل بيقعد معاها فتره على ما تغيره فاكيد هتكون باصص على العمر الافتراضي على المدى الطويل، بعدين المستقبل، وامتى البطاريه الهيلث هيبقى اقل بالتدريج وهكذا. الشحن المتوسط او الابطا كمان بيحافظ على البطاريه بشكل اكبر على المدى الطويل من الشحن السريع جدا، فالجانب ده هيبقى الفائز فيه ريدمي نوت 13 برو بلس، لانه بيقدم طبعا سرعه شحن صاروخيه 120 واط، يشحن بطاريه كامله في 19 دقيقه بس مقارنه ب 44 دقيقه في ريدمي نوت 13 برو العادي. بس انا برضك وضحت لك الموضوع بتاع سرعات الشحن العاليه، ويتقدم بوينت او نقطه وتبقى النتيجه دلوقتي 4-3 لصالح ريدمي نوت 13 برو بلس. بالنسبه لجانب الكاميرات، سنسور الكاميرا واحد هنا في الموبايلين، سنسور من صناعه سامسونج 200 بيكسلز. الاختلاف الصغير اللي ممكن يكون موجود في نتائج الصور هنا هو معالجه التشيبسيت بتاع كل موبايل للصور والفيديوهات، بما ان كمان معالجه سوفت وير هي ثابته عشان ده نفس البراند ونفس نسخه السوفت وير في الموبايلين. بص كده معايا، الموبايل اللي على اليمين هو ريدمي نوت 13 برو العادي، واللي على جهه اليسار هو ريدمي نوت 13 برو بلس. اول ملاحظه عندي هنا وقت المعالجه اطول في ريدمي نوت 13 برو بلس، مع ان المعالج يعتبر اعلى، يعني بعد ما تضغط على زرار الشاتر الافتراضي وتنتظر ان الصوره تعمل بفرنج، هو ده البروسيسنج اللي بيحصل في النص، مع ان المفروض ان المعالج اعلى، بس شفت تاثير وحده الاي اس بي مثلا في التشيبسيت بتفرق ازاي. لو ركزت كده في نوت 13 برو العادي على اليمين هتلاقي ان الالوان وورم شويه، يعني مايله ناحيه اللون الاصفر، وكتير بيفضل اللوك ده على انه الاقرب للطبيعي للعين، بينما ريدمي نوت 13 برو بلس الالوان كولد شويه بارده مايله للازرق، ودي شخصيا انا بفضل اللون اللوك اللي هو مايل للازرق. الموضوع ده برده هنا فيه جزء تفضيلات شخصيه، انا بقول لك الملاحظات الصغيره دي عشان بشتغل على شاشه الوانها دقيقه عشان صناعه المحتوى للقناه هنا، فالالوان انا حاجه يعني عمال بقالي فتره كبيره بتعلم فيها وما زلت لسه بتعلم عشان بلون الفيديوز بتاعتي بنفسي، يعني انا بصور الفيديو اللي اتفرج عليه دلوقتي خام او شبه خام اللي هو حاجه زي ابيض واسود كده، وبعد كده ببدا اضيف الالوان انا في المونتاج. طيب ايه الموبايل بقى اللي كسب في الجانب ده؟ بص في الفيديو ريدمي نوت 13 برو كان افضل شويه، في الصور ريدمي نوت 13 برو بلس كان احسن شويه، بصرف النظر على انه بيستهلك وقت اكبر لمعالجه الصوره، بس تاني باكد الفروق بسيطه عشان كل حاجه هنا تكاد تكون متشابهه في كاميرا الهاتف، وكل موبايل هيزيد بوينت وهيبقى تعادل، يعني بتبقى النتيجه دلوقتي 5-4 وما زال ريدمي نوت 13 برو بلس متفوق بنقطه وحيده. بالنسبه لجانب السوفت وير، الهاتفين هنا بيجوا السوفت وير ميو اي 14 مبني على اندرويد 13. طيب الجانب ده كده هيخلص تعادل ولا ايه يا عم نوار؟ لا، لان كان في موبايل فائز هنا وهو ريدمي نوت 13 برو بلس عشان بيقدم سرعه ذاكره داخليه اعلى وهي يو اف اس 3.1، ودي تعتبر ميزه هواتف فلاج شيب قديمه، وينجح هنا انه يزيد نقطه كمان
يزود الفارق وتبقى النتيجة دلوقتي 6-4 لصالح ريدمي نوت 13 برو بلس. بالنسبة لجانب المميزات الإضافية والكماليات، الهاتفين هنا بيدعموا 3 سبيكرز، تقدر تستخدم برضو موبايلين كريموت كنترول للأجهزة المنزلية، ريدمي نوت 13 برو العادي البروكسيميتي سنسور بتاعه أو سنسور مكالمات افتراضي يعني بالسوفت وير، بينما في النسخة البلس سنسور حقيقي، والموبايلين بيدعموا NFC للمدفوعات اللاتلمسية. طيب حد هيقول لي ريدمي نوت 13 برو بلس هيكسب هنا عشان سنسور المكالمات؟ هقول لك لا، تبقى غلطان. البروكسيميتي سنسور السوفت وير منتشر في الفئه المتوسطه، مش حاجه نادره، وده من كل الشركات وممكن نتغاضى عنه بما ان السوفت وير بيقوم بالمهمه بنسبه نجاح 95%. ريدمي نوت 13 برو بيتفوق خاصه لمستخدمي الفئه المتوسطه، وهو انه بيدعم منفذ هيدفون جاك 3.5 ملم، وده مهم جدا. واللي يكسب في الجانب دوت هو ريدمي نوت 13 برو العادي، ويقلص النتيجه هنا لنقطه واحده بس، وتبقى النتيجه دلوقتي 6-5 لصالح البرو بلس. بالنسبه لجانب القيمه مقابل السعر والاعتماديه، الموبايلين هنا نفس البراند شاومي ونفس السلسله ريدمي وفي نفس العائله ريدمي نوت 13، يعني مفيش موبايل متفوق على التاني في الاعتماديه. بينما في جزئيه القيمه مقابل السعر، سعر النسخه البلس بيزيد حوالي 25% عن سعر ريدمي نوت 13 برو العادي، وده وفقا لاسعار السوق الصيني او كمان السوق الهندي. ولو عاوز تعرف تفاصيل اكتر عن كل موبايل فيهم في فيديو اتكلمنا عنه بشكل مفصل هنا في القناه ممكن تتفرج عليه، انما هنا مقارنه مش بدخل في تفاصيل عميقه. طيب بالنسبه للجانب ده هيخلص ايه؟ الجانب ده هيبقى تعادل، عشان هم نجحوا السنه دي بصراحه يعملوا فروق جوهريه بين النسخه البرو العاديه والبرو بلس، عن طريق مميزات قويه زي IP68 ومعالج افضل في الجيمز ونوع الذاكره الداخليه الاسرع خاصه للنسخه الاقل، وطبعا ما تنساش سرعات الشحن الضعف. الجانب ده هيبقى تعادل لان الموبايلين ما فيش فرق بينهم في الاعتماديه، الاثنين بيحققوا برضو مبدا القيمه مقابل السعر، كل موبايل في فئته السعريه. وحتى فرق التسعير انا شايفه موفق جدا بصراحه، ويبقى كل موبايل هنا هيزيد نقطه او بوينت، وتبقى النتيجه دلوقتي 7-6 لصالح ريدمي نوت 13 برو بلس. يا ترى هينجح نوت 13 برو العادي في تحقيق التعادل مره ثانيه ولا لا؟ للاسف ده مش هيحصل، لان ده كان اخر وابعد عن فكره الموبايل المثالي عشان مش موجود صدقني، حتى والله لو ما فيش موبايل من غير عيوب، حتى لو اغلى موبايل فلاجشيب في الدنيا، واهم حاجه تختار بالنسبه للجوانب اللي انت مهتم بيها، ما تخليش ابدا حد يختار لك ولا حتى انا مهمتي بساعدك. انا ما اعرفش ايه طبيعه استخدامك اليومي، انا مش قاعد معاك في البيت، ما اعرفش ايه الموبايل افضل ليك انت غير لما تختار بالطريقه دي. الموبايل دلوقتي على فكره بقى متاح في بعض الدول الخليج وبعض الدول العربيه الثانيه برضك في وقت تسجيل الفيديو ده، مصر لسه شويه وما زلنا في الانتظار، وهقول لكم كل التفاصيل اول ما يوصل رسميا مصر. في فيديو في كل التفاصيل مشروحه لكل موبايل فيهم هنا في القناه، ممكن تتفرج عليه لو حابب. وبس ما تنساش بقى اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعنا على انستغرام، الرابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار، واشوفكم الفيديو الجاي. Peace.